بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله عزيزاتي طالبات الصف الرابع ابتدائي في مادة الرياضيات. لدينا يوم مبدعات درس جديد وهو بعنوان وحدات الطول المترية. فكرة الدرس يا مبدعات، سوف أقدر الأطوال وأقيسها بوحدات الطول المترية، وأيضا يا عزاتي سوف نتعرف على المليمتر والسنتيمتر والمتر والكيلومتر. طيب، لدي مبدعات فقرة استعد. زرع والد ماجد الجزر في مزرعته، وحينما نما جمع بعضه قص طول الجزرة إلى أقرب سنتيمتر. إذا طلب مني يا مبدعات أقيس طول الجزرة إلى أقرب سنتيمتر. طيب يا عزيزاتي، راح أستعمل المسطرة لقياس أطوال بعض الأشياء. طيب يا مبدعات، لدي وحدات الطول المترية هي ماذا؟ لدي أربع وحدات للطول المترية. الوحدة الأولى المليمتر، الوحدة الثانية يا مبدعات السنتيمتر، الوحدة الثالثة المتر، والوحدة الرابعة لدي الكيلومتر. إذا وحدات الطول المترية هي لدي المليمتر والسنتيمتر والمتر والكيلومتر. طيب، لدي مبدعات المليمتر، ويرمز له بهذا الرمز حرف الميم واللا والميم ملم. إذا المليمتر يساوي سمك ستة أوراق تقريبا، ست أوراق تقريبا. السمك لديه مبدعات يقاس بالمليمتر. طيب، لدي السنتيمتر يا مبدعات، السنتيمتر يساوي عرض زر تقريبا. لدي الزر يا مبدعات، العرض يا عزيزاتي يقاس بالسنتيمتر. طيب، أيضا يا مبدعات لدي الوحدة المتر، يساوي ارتفاع كرسي تقريبا. لدي الكرسي يا مبدعات، ارتفاع الكرسي يا مبدعات إذا يقاس أيضا بالمتر. طيب، أيضا لدي مبدعات الكيلومتر، وهي وحدة قياس المسافات الطويلة. المسافات الطويلة تقاس بالكيلومتر. إذا لدي أربع وحدات يا مبدعات، المليمتر والسنتيمتر المتر والكيلومتر. ألاحظ يا عزيزاتي أن المتر ألاحظ يا مبدعات أن المليلتر، إذا ألاحظ أن المليمتر والسنتيمتر لقياس الأشياء الصغيرة، والمتر والكيلومتر لقياس الأشياء الكبيرة. طيب، لدي المثال الأول يا مبدعات. إذا قس طول الجزرة إلى أقرب سنتيمتر. راح أقيس الجزرة إلى أقرب سنتيمتر. طيب، أنا راح أضع المسطرة يا مبدعات في بداية الجزرة. يلا يا عزيزاتي. إذا راح أضع المسطرة في بداية طرف الجزرة. طيب، ماذا ألاحظ؟ أن الطرف الثاني للجزرة ماذا؟ قبل العدد 13 بقليلا. إذا يا مبدعات، طول الجزرة لدي ماذا؟ عزيزاتي، طول الجزرة، أحسنتم، إذا طول الجزرة 13 سنتيمتر تقريبا. واضح؟ طيب، أيضا يا مبدعات لدي مثال الثاني، مثال اثنان. لدي عزيزاتي مدرسة، ما أفضل تقدير لطول منصة الطالب؟ يلا، لدي الطاولة يا مبدعات، طلب مني ماذا؟ ما أفضل تقدير. طيب، أعطاني فقرة ألف 5 مليمترات، أعطاني فقرة باء 5 سنتيمترات، أعطاني فقرة جيم 50 سنتيمتر، فقرة دال 5 أمتار. طيب، المتر وحدة كبيرة، إذا ما راح أختارها. أيضا المليمتر وحدة صغيرة جدا، إذا ما راح أختارها. طيب، لدي مبدعات فقرة باء، سنتيمتر 5 سنتيمتر أو 50 سنتيمتر. هاي مبدعات، ألاحظ 5 سنتيمتر صغيرة، إذن يا مبدعات 5 سنتيمتر أيضا صغيرة، إذا راح يكون ماذا؟ 50 سنتيمتر. أحسنتم يا مبدعات. إذن يا عزيزاتي، الاختيار المناسب والأفضل هو 50 سنتيمتر. واضح؟ طيب، لدي فقرة تأكد.
لدي فقرة تأكد عزيزاتي، قدر إلى أقرب سنتيمتر ثم قص طول كل من الأشياء الآتية. طيب إذن لدي فقرة واحد، لدي الحشرة يا مبدعات، طلب مني أقدر إلى أقرب سنتيمتر، راح أضع المسطرة يا مبدعات في بداية الخط، بداية المسطرة من الصفر يا مبدعات إلى النهاية، ألاحظ كم طولها يا مبدعات؟ الجميع يقيس يا عزيزاتي بالمسطرة، ألاحظ طولها كم؟ 3 سنتيمتر، أحسنتم يا مبدعات، بارك الله فيكم جميعا. طيب أيضا لدي فقرة اثنان، قياس الأرنب يا عزيزاتي، أضع المسطرة الصفر في بداية الخط يا مبدعات، الصفر في بداية الخط، إذا يا عزيزاتي ماذا ألاحظ طولها يا مبدعات؟ 4 سنتيمتر، أحسنتم، بارك الله فيكم جميعا يا مبدعات. طيب أيضا لدي فقرة اثنان يا حلوين، اختاري أفضل تقدير لطول كل مما يلي. طيب لدي فقرة ثلاثة، طول القارب، هل طول القارب أعطاني فقرة ألف 6 سنتيمتر أو 2 متر أو 6 مليمتر أو 2 كيلومتر؟ طيب الكيلومتر راح أحذفها لأنها كبيرة جدا، وأيضا المليمتر راح أحذفها صغيرة جدا. طيب تبقى لدي السنتيمتر والمتر، هاي مبدعات طول القارب 6 سنتيمتر، أيضا ألاحظها من الوحدات الصغيرة، إذا تبقى لدي ماذا يا مبدعات؟ أحسنتم، إذا طول القارب 2 متر. طيب أيضا لدي يا مبدعات فقرة أربعة، عرض خيط الصوف، لدي خيط الصوف يا مبدعات، ألاحظ أن عرضه صغير جدا. طيب أعطاني اختياري 1 مليمتر أو 1 متر أو 1 سنتيمتر أو 1 كيلومتر، كيلومتر وحدة كبيرة جدا، إذا ألغيها. أيضا السنتيمتر من الوحدات الكبيرة، أيضا ألغيها. تبقى لدي أيضا المتر من الوحدات الكبيرة، أنا لاحظ أن عرض الخيط الصوف صغير جدا، إذا راح يكون قياسه ماذا؟ أحسنتم، 1 مليمتر، بارك الله فيكم يا مبدعات. واضح لكم عزيزاتي؟ إذا شكرا لكم يا مبدعات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.